فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز مصارحة الابن أو البنت جنسيا؟ وما هي التربية الفاضلة في هذا الموضوع من خلال التصور الإسلامي؟ التربية الصحيحة من الناحية الجنسية هي ثقافة وسلوك مع المراقبة، ولا بد من هذه التربية، ولكن بتدرج وبحكمة، وليس بالطريق المباشر الذي يستغل لرواج الكتب أو الأفلام أو غيرها. والعلم الديني يشرح للمتعلمين هذه التربية لمعرفة ما يجب عند قضاء الحاجة مثلا، والتطهر بالوضوء وبالغسل وأسباب ذلك، والآداب التي تراعى بين الجنسين من ستر العورات والبعد عن الفتن والمغريات إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.